مشاريع ومشاكل على إذاعة إيتراديو. السلام عليكم، معكم ياسين رضوان. دوز أكثر من 18 عام في عالم استثمار مقاولات، دهست عليا وباقي العطياطي، ديت بونكي دافير، شيف دونتربريز، وفي السنين الأخيرة كنت نواكب الشباب اللي بغاو يطوروا المشاريع ديالهم. واليوم معنا شاب اللي هو سالاريه في الماركتينغ، ولكن بغى يحاول يزعم ويبدل ويخرج من سالاريه ويدير البروجي ديالو. سي باء الدين من دار البيضاء، السلام عليكم. وعليكم السلام سي ياسين، صافي لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير، صحه لاباس؟ الله يبارك فيك. الحمد لله كلشي لاباس. الو سي باء الدين، علاش بغيتي تخرج من سالاريه وشنو بغيتي دير؟ تفضل. الو علاش بغيت نخرج؟ سي ديجا في كلكو شوز اللي مش حاجه ديال وانا باغي نديرها، هي انه ندير شي حاجه ديالي ونقدر نحقق ذاتي في هذا السونس. وثاني حاجه سي على قبل الحريه وتكون ديال راسك. تري بيان، وشنو اللي مبلوكيك؟ اللي مبلوكيني بزاف هو تخرج من لا زون دو كونفور ديالك، ولا تمشي لشي حاجه اللي انت ما عارفاش كيفاش دايره، ولونطوراج ديالك والناس اللي كتعرف ولا اللي دايرين بك ديما كيقولوا لك لا عندك، وكيحاولوا يوريوك غير هذاك الشيء اللي سلبي واللي ماشي موتيفون. سؤال، واش بانتك ديجا انت شنو هو المشروع، شنو السيكتور اللي تخدم فيه، شنو حاجه اللي جرك باش تخرج من سالاري؟ واش تبقى في نفس السيكتور الماركتينغ، عندك شي حاجه في راسك تاتيغ اكثر؟ شنو ليدي بعدا؟ واش كاين اون ايدي كليغ في راسك؟ كاين اون ايدي كليغ، كنحاول ندرس لا فيزابيليتي ديالها، وبان لي بلي بور لو مومون الي فيزابل، ونقدر نديرها ونقدر نمشي فيها بعيد. لا شوز اللي خلاتني انني نبدا نفكر باش انه ندير شي حاجه. تري بيان. الو بادين، نقول لك شحال في عمرك؟ انا 27 عام. 27 عام، متزوج؟ عندك وليدات؟ لا، باقي سيليباتير. تري بيان، دونك ديجا عندك واحد الحريه كي تري امبورطون، ما عندكش هذاك الضغط اللي يكون عندك عائله وليدات وعندك مسؤوليه اللي خاص ضروري تجاوب عليها بشكل يومي، ومصاريف ومسؤوليات الى اخره. دونك هذه القضيه ما عندكش. انا نقول لك من خرجت من السالاريه تقريبا 9 سنين، خرجت كنت متزوج وعندي جوج وليدات، ومن خرجت من السالاريه بحال نفس الشيء اللي قلتي انت، كانوا الناس تيقول تيخلعوك، تيقول لك واش انت حمق، واش انت عندك عائله وليدات وتخلي خدمتك وتمشي تقلب شي حاجه ما عارف ما مضموناش، حتى حاجه ما مضمونه، حتى حاجه ما مضمونه في الدنيا. والكوفيد بين بينا هذا الشيء راه بصح. دونك ولكن انت في السيكتور اللي تخدم فيه قلتي بلوس الماركتينغ او في الديجيتال، جو بونس كو تقدر تخرج من لا زون دو كونفور ديالك شويه بشويه، ماشي ضروري دير ان با جيون. تقدر لا، انا جات عليا نقول لك اول حاجه بريسيز لو سيرفيس ديالك، دونك هذاك لو سيرفيس اللي بغيتي ديرو وتقدمو، دونك او موان سور بابيي خرجو شنو هو، اي كونسيستون كو، واش كاين فالور اجوتي تعطي للكليون ولا شنو هي. هذه النقطه الاولى. دوزيامون تيستو لو، جربو مع الناس اللي تحواليك، دي سوا دي جون عندهم زونتربريز كيتا لو فير غراتويتمون، ولكن او موان تجرب لا فالور اجوتي اللي تعطي لهاد لا بيرسون، باش هاد القضيه هادي من جرب لو اجوتي تعطيك واحد الثقه انت نفسيا، تعطيك واحد الثقه بين رازت ليه شي حاجه. دون اون سكوند ايتاب اللي درتيه دابا، هذيك الساعه نحاول نبيعو. Je trouve un client freelance, un client, un client, voilà, là, je peux t'aider à faire kada wa kada wa kada. Hein, le service, déjà, ben, la valeur ajoutée dialo, trouve, voilà, je vous le vends à tel prix. Et avec le premier chiffre d'affaires, ou avec le premier client, qui est le service est déroulé, tu as une prime, qui est une prime, qui est une prime, qui est une prime, parce que tu as une prime, qui est une prime, qui est une prime. Et هذيك الوقيته هذيك الساعه يبان لك واش ايفيكتيفمون بدل ليدي دو بروجي واش غادي مزيان، واش ليدي دو بروجي مبنيه، اسكي اون فيغيتاب، ولو غوتور ديال هذيك دو برومي كليون لي بوزيتيف ولا لا. هادشي كامل تيعاونك، اي هادشي انت راه تقدر ديرو بموازات مع الخدمه ديالك. يعني الا انت ايفيكتيفمون موتيفي، اسيدي ندير انا ساعتين ثلاث سوايع في النهار، في الليل او في الويكاند شي حاجه نخلي نخصها لهذا لو بروجي هذا، اي اتشوف او بو دون سيمين 15 جوغ 1 موا 2 موا 3 موا، الا شفتي بين هاد لاكتيفيتي ال تو باس، تكون زربان تدخل للدار باش دير الخدمه ديالك، متشوق تافونسي فيها، متشوق تشوف لي ريتور دي كليون، هذيك الساعه تلقى راسك بين لا زون دو كونفور، راه وسعتيها شويه بشويه وبديتي تخرج منها شويه بشويه. على ود في نهايه الامر اي واحد نصحك، راه انت الوحيد اللي عارف القدرات ديالك، عارف يقدر تمشي، عارف شنو تقدر دير، انت بوحدك اللي قدرت تشوف بوبوسي لي ليميت ديالك. دونك انا بصراحه ننصحك لو بروجي انت ليدي انتريسون، تري بيان فازي، بريسيز لو سيرفيس، بدا شيرش ان بروميير بروسبي كي تالفير غراتويتمون، دير ان دوزيام وسير بشويه بشويه، وشوف ورجع عيط لينا وقلنا فين وصلتي دون كلكو مو ان شاء الله. ان شاء الله. سي بهدين، مرحبا مرحبا، وميرسي بوكو على الاتصال ديالك، شكرا بزاف. شكرا شكرا، مع السلامه. تنتوما مستمعين ومستمعات اذاعه ايت راديو، بحال بهاء الدين عندكم فكره بغيتوا تخرجوا من سالاريه ولكن خايفين، اتصلوا بنا، صيفطوا لنا ايميل على contact@itradio.ma، contact contact@itradio.ma،
صيفطونا السؤال ديالكم واتصلوا بنا. مع السلامة.